مرحبا بكم أستاذ العبادي عبد الرزاق، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس جامعة سيدي محمد بن عبد الله. اليوم النادي روتاراكت او ان سي جي دو فاس كينضم واحد النشاط اللي هو مهم جدا، الا وهو حملة ديال التبرع بالدم. كما كتعرفوا ان بحكم الجائحة ان هذا المخزون ديال الدم داخل المؤسسات المختصة انخفض، ولذلك وعيا من المؤسسة وعيا من الطلبة ديالنا بالمسؤولية ديالهم الاجتماعية نظموا هذه الحملة ديال التبرع ديال الدم داخل المؤسسة، اللي كنتمنى من هنا للآخر اليوم انها تعطي النتائج ديالها المتوقعة، وهذا في إطار التفاعل الإيجابي ديال المؤسسة ديالنا والطلبة ديالنا من خلال نادي روتاراكت مع المجتمع، وكذلك تلبية المتطلبات المجتمع. هالطلبة هادو داخل المؤسسة منهم اللي مقبلين على التخرج، منهم اللي يلاه بداوا العمل بداوا الدراسة ديالهم داخل المؤسسة، ولكن كيجمعهم واحد مشترك، الا وهو الحب ديال الوطن ديالهم، وكذلك تمكين المؤسسه ديالهم انها تقوم الدور ديالها الفعال الايجابي. وهاد الطلبه هما جد 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 مجتهدين، لانهم كيشتغلوا على اي نشاط داروه كمشروع، ولذلك هاد تنظيم هاد الانشطه ما هي عباره عن تطبيق كل ما درسوه في الميدان المقاولاتي، وكذلك في الميدان ديال تنظيم التظاهرات الى اخره، تطبقوه على هاد الانشطه اللي تقوموا بها. هما تلة من الطلبة، ولكن وراءهم طلبة آخرين ربما راكم ما كتشوفوهمش، كيخدموا في الخفاء في كل ما كيتعلق بالتواصل، في كل ما كيتعلق بجمع التبرعات، بكل ما كيتعلق برفع كذلك من الوتيرة ديال التدخل ديال الطلبة ديالنا في المجتمع، ولذلك هذا نشاط من ضمن الانشطه اللي كيقوموا به النوادي ديالنا. ومن هذا الموقع كنشكرهم جزيل الشكر، وكنتمنى لهم التوفيق والاستمرار في الانشطه ديالهم ان شاء الله. الرساله اللي نوجه للطلبه والشباب هو انه ثقوا في بلادكم، ثقوا في الاقتصاد ديالكم، ثقوا في التكوين ديالكم، وثقوا في الآليات اللي كتشتغلوا بها. راه الحمد لله البلاد ديالنا بخير وعلى خير، بفضل الجهود ديال هاد الشباب غادي يمكننا ان شاء الله نحققوا في ظرف وجيز مشاريع عده، ويمكننا نتغلبوا على صعوبات عده، وهذا الشيء حسينا به الحمد لله، حسينا بالدور ديال الشباب، الدور الجامعي حسينا به في هذه الجائحه، بمعنى ان الجائحه اللي كنعيشوها حاليا هي عندها مساله عاديه، عندها مسائل اللي هي سلبيه، ولكن من ضمن الايجابيات ديالها هو انها نمت هذا الحس الوطني في هذا الشباب ديالنا، وبينت لنا بان هذا الشباب الحمد لله ديالنا بخير وعلى خير، وان الطلبه ديالنا هما بخير وعلى خير. الكلمه الاخيره هو انني انا اثق في الشباب، وكنثق في المجهودات ديالهم، وحنا هنا راه الاشاره ديالهم، ونتعاونوا معهم ان شاء الله من اجل الصالح ديال البلد ديالنا والمؤسسه ديالنا والجامعه ديالنا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.